في تعز تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تطهير المحافظة من ميليشيا الغزو والارتزاق. كاميرا اليمن اليوم جالت في عدد من المناطق التي طهرتها قوات الجيش واللجان الشعبية في مدينة تعز. وأكدت قيادة أفراد اللواء 33 المرابطين في مداخل مدينة تعز وشارع 60 وقوفهم صفا واحدا في مواجهة المنتفعين والغزاة دفاعا عن السيادة. وكان عدد من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم وجرح آخرون برد الجيش واللجان الشعبية على قصفهم بمديرية ذباب. وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان ردوا على تصعيدات المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا مستهدفين تجمعا لهم في قرية الحريقية بمديرية ذباب. أفراد اللواء 33 قيادة وفردا وصف وضباط وجنود اللواء 33 مرابط في جبهة تعز بجانب يعني الجيش واللجان الشعبية للحفاظ على استقرار وأمن البلاد. ونحن جاهزين ومستعدون لدحر الغزا والمرتزقة أينما كانوا وملاحقتهم سواء في تعز أو في غير تعز لحتى دحرهم من البلد ونصر إن شاء الله. إن شاء الله النصر آت. بمناسبة الشهر الكريم نهنئ الشعب اليمني بقدوم شهر رمضان المبارك. ونحن هنا الجيش واللجان الشعبية مرابطون في شارع 60 وفي محافظة تعز ضد الخونة والمنتفعين كما قال الأخ الزعيم حفظه الله الذي يعتبر تاريخ اليمن وهو حامي اليمن ومن بني اليمن لمدة 33 عام والمرتزقة والبايعين أبطالهم بسيوف فضل هذا الزعيم الذي كرس جوده في بناء اليمن والخونة الذين باعوا أنفسهم ووطنهم لن هم يعني يفعلوا ضد كل أي حاجة مليحة للبلاد هم يقوموا ضدها دائما لا يعجبهم الشيء المليح.